إطلاق نار واقتحام وصورة تعكس بسالة وشجاعة جنود إسرائيل، ولكن مهلا الصورة زائفة. هؤلاء الجنود تهاجمهم أشباح المقاتلين حتى في أبشع كوابيسهم، وذلك وفقا لتقارير الجيش الإسرائيلي التي عرضت المعاناة النفسية للجنود والضباط جراء حرب غزة. فقد أشارت تقارير الجيش الإسرائيلي إلى معاناة 1600 جندي إسرائيلي من صدمات الحرب، وقالت أنه تم تسريح 90 جنديا إسرائيليا من الخدمة بسبب مشاكل نفسية. وكشفت التقارير إلى تواصل 3000 جندي مع خط المساعدة المعني بالصحة النفسية، مع تحذيرات لمنتدى مدير مستشفيات الأمراض النفسية في إسرائيل من ارتفاع عدد حالات الإصابة بالأمراض العقلية والانتحار في صفوف الإسرائيليين بشكل عام. كل هذه الوقائع تضاف إلى الخسائر في الجنود ومقتل 509 جنود منذ 7 أكتوبر، وسجلت حصيلة الجرحى 2309 جنود. وتبقى المحصلة النهائية لجنود إسرائيل بعد حرب غزة: من خرج من الحرب حيا سيبقى أسيرا للمرض النفسي ما تبقى له من عمر.